مرحبا بحضراتكم من جديد، وفقرتنا دلوقتي فقرة الصحافة. بيسعدنا وبيشرفنا يكون موجود عبر الهاتف الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مايكل، وصباح الخير على كل المصريين. حضرتك منورنا ومشرفنا، ودايما بنستمتع بتحليل حضرتك. حضرتك سمعني أستاذ أيمن؟ معاك يا أستاذ مايكل، اتفضل. ناخد مع بعض الخبر الأول. الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدام لصالح عملية التنمية الشاملة في الدولة، موجها بالتوسع في جهود توطين صناعات الآلات والمعدات. تعليق حضرتك يا أستاذ أيمن. يعني الحقيقه ده طبعا من الاخبار المهمه جدا، يعني في اطار زي ما حضرتك قلت التنميه الشامله التي تحدث على ارض مصر. بنتكلم على مشروعات قوميه ما شاء الله تبهر العالم في كل المجالات، اللي يعني نقول التنمويه والسياحيه والاقتصاديه، وبنشوف المشروعات الكبرى في المحافظات بين بنى تحتيه وطرق الحقيقه وكباري وانفاق. انت يعني بتعمل طفره وبتعمل جمهوريه جديده سواء في العاصمه الاداريه او في العلمين الجديده او في اسيوط الجديده او في الابراج الجديده. الحقيقه مشروعات في كل مكان، وده بيتطلب كما لدينا ثروه في القوى البشريه، لدينا ثروه في الانسان المصري، احنا بنحتاج طبعا يعني لاقامه هذه المشروعات. انت بتستخدم وبيجي لك من بره، تستورد العديد من الالات بالدولار وبالعمله الصعبه. انا اعتقد ده تكليف انتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يكون لدى مصر من الامكانيات، ولديها بالفعل من الامكانيات البشريه والابداعيه التي تستطيع ان تصنع بالتعاون مع قطاع الحكومه طبعا بخبراته المتراكمه والقطاع الخاص الطموح، ان نكون يعني الحقيقه من البلدان اللي بتصنع الاجهزه والمعدات الثقيله. لان الحقيقه احنا الفتره الاخيره دي احنا فعلا اعتمدنا اعتماد كبير على الاستيراد، خاصه في بعض الاجهزه والمعدات ويعني الحاجات الخاصه بمثل الانفاق. وبالتالي يعني احنا بنشجع على تطوير الصناعه المصريه، احنا بنشجع على المصانع تشتغل. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يعني الحقيقه دايما يفكر في كيف يمكن ان تكون الدوله المصريه يعني لديها اكتفاء ذاتي ليس فقط في السلع والخدمات ولكن في الصناعه. انا اعتقد ان احنا انا الاوان ان يعني يكون لدى مصر من المشروعات ومن الانتاج المحلي في كافه القطاعات. خلينا نتكلم مع حضرتك، احنا ما بنقارن نفسنا بعدد من البلدان، احنا لدينا ما شاء الله يعني من الثقل ومن التاريخ ومن الابداع ومن الشباب حتى عندما نلتقيهم كل الندوات والمؤتمرات والجامعات، لدينا شباب مبدع يستطيع ان يفكر في تحديث الصناعه وتقديم افكار خارج الصندوق من خلال ان يقدم افكار جديده. مصر دائما لديها يعني مصر ولاده ولديها افكار، فمثل هذه يعني الاجتماعات التي تهتم بالصناعه وان يكون لدينا من الخبرات. يعني في بلدان زي المانيا وزي كوريا الجنوبيه، صحيح احنا كنا بنشوف في الستينات والسبعينات كوريا الجنوبيه الحقيقه في مصر حتى تطلع على تجربه المصانع. دلوقتي احنا عربياتنا مثلا في الشوارع كلها هي كورية. فانا اعتقد ده تنميه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يولي القطاع الخاص مع القطاع العام اهميه تصنيع معدات. انا اعتقد ما شاء الله يعني احنا عندنا مشروعات، احنا لو انتقنا كل يوم معدات ويعني اذا يعني مش هنكسر المشروعات اللي بتتم على ارض. ده تصديق يعني تصديقا لكلام حضرتك الفتره اللي فاتت كنت بسال عن المعدات وكده، لقيت الموضوع فيه ازمه كبيره في مصر. ان يعني نمسك الخشب، كل المعدات شغاله في كل المشروعات سواء في القطاع العام او المشروعات الجديده او القطاع الخاص. ويمكن احنا بدانا كمان بفكر سياده الرئيس الرشيد ان هو نفك بقى عقده الخواجه، نبتدي نصنع ونرجع زي زمان للرياده في التصنيع زي ما كنا زمان بنصنع العربيات النصر، وان شاء الله على امل يكون في يعني في توجيه اكثر للمعدات الثقيله. تعليق حضرتك. طبعا يا استاذ مايكل، انت بتتكلم دلوقتي على دوله يعني لديها من الطموح
ممثل في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل بيحلم ومعه القوات المسلحه ومعه الحكومه المصريه ومعه القطاع الخاص ايضا. يعني من ينكر دلوقتي ما يحدث على ارض مصر ده راجل حاقد او كاره. صحيح. لا ينتمي. يعني الحقيقه انا كان مقال اليوم في يعني عدد من المواقع عن فكره الانتماء. الانتماء ليس كلاما، الانتماء ده عمل واجتهاد. الرئيس الحقيقه دائما يفكر في فكره زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا عندنا مشروعات زي حضرتك بتقول دلوقتي هي بتستوعب جميع المعدات والاجهزه. احنا محتاجين الفكره ومحتاجين نشتغل دائما ايه اللي بيميز المواطن المصري؟ ايه اللي بيميز الانسان المصري؟ يعني احنا بنتكلم على استيعاب. عشان كده برضه استاذ مايكل الاعلام لابد ان يغير النظره الى فكره العامل والدراما والميكانيكي. احنا الفتره دلوقتي بتتطلب ان نطلع على التجارب زي ما قلت لحضرتك في المانيا مثلا، وكيف كان المشروعات الصناعيه الصغرى دور في تقدم ونهضه كل من فيتنام وكوريا وكوبا. الدول دي اشتغلت على المشروعات الصغيره. افكار بتوضع على يعني المناقشات، ولكن احنا مع الاراده ومع التوجه الحكومي ومع توجه خطوط الرئيس نستطيع ان يكون لدينا اكتفاء، ليس فقط في المعدات بس يكون لدينا اكتفاء في كل شيء، ولكن صحيح. يعني نستطيع ان يعني يكون الاعلام جنبا الى جنب مع الدوله المصريه يدعم ويسهل ويقدم الخير الى ابناء مصر. صحيح. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. مدبولي يوجه بتوطيد الشراكات بين مصر وشركاء التنمية لتحفيز رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث تم استعراض نشاط الوزارة في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف الاتفاقية للأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27 الذي اختتم فعالياته في مدينة شرم الشيخ مؤخرا. وخلال اللقاء استعرض وزير التعاون الدولي نتائج لقاءاته المكثفة مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية، والتي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز إطار التعاون المشترك ودفع رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر في مصر. قبل ما أتكلم عن الخبر ده يا أستاذ أيمن، ولكن عايزة بصراحة أشيد للدور الريادي والشكل المشرف ودور مصر دائما في نجاح مؤتمر المناخ، وقد إيه أثبتنا للعالم كله قد إيه إن إحنا عندنا فكر وعندنا رؤية وعندنا كمان فكرة التحول الأخضر أو نحو عالم أكثر إخضرارا، وده هيكون شعار مصر وتطبيقه في الواقع. تعليق حضرتك. طبعا إبهار والله يا أستاذ مايكل، يعني لمن يشك في حدث إبهار ونجاح. صحيح. قدرة على استقبال بدءا من الرئيس الأمريكي حتى يعني أصغر مسؤول دولي، إحنا بنتكلم على رأس مدعو كان موجود، بنتكلم على رؤيه كيف ينظر العالم الى مصر. اعدادات وما شاء الله. احيي الحقيقه مخصص الشيخ واحيي الحكومه المصريه على الصوره المبهره، الصوره المترفه، الصوره تعطينا ما حجم مصر بالنسبه للعالم. دايما شوف العالم بيبص لك ازاي. صحيح. نظره العالم الى مصر وكيف كان الحقيقه كل الاستعدادات وكيف كانت يعني الاجهزه المعنيه. تحيه لكل اجهزه الدوله، بنتكلم على المخابرات، بنتكلم على الجيش المصري العظيم، الشرطه المدنيه، بنتكلم على حتى المنظمين وحتى الشباب اللي كانت بتستهدف الوقود. اولا يعني دي حاجه تدعو للانبهار. يعني احنا بنتكلم وكنا سعداء ما حدث في امس في افتتاح كاس العالم في قطر، ولكن لدينا ايضا دوله بنتكلم على اقدم دوله في المنطقه، بنتكلم على لديها من القدرات ولديها من الامكانيات ولديها الحقيقه من يعني القدرة على مواجهة أي تحديات بتقابلها. حاجة مبهرة جدا. طبعا البعض اللي هم أهل الشر أو الكارهين أو الطابور الخامس أو الناس المضللين، يعني أنا بقول لشباب مصر ورسالة من برنامج حضرتك المحترم، لا تصدقوا الأكاذيب، لا تخفوا الإشاعات. الحقيقة نجاحات مبهرة حدثت في مؤتمر شرم الشيخ. إحنا شفنا وسائل الإعلام الأجنبية كانت تحدثت عن مصر والصورة الحضارية والديمقراطية التي تمت حتى في بعض المؤتمرات التي اساءت بعض الاحيان الى الدوله المصريه، ولكن الدوله المصريه بمكانتها الكبيره استطاعت ان يعني تقف يعني بشكل مشرف في المؤتمر، واعتقد الكل شاهد ما تم على ارض مصر. ده بالنسبه للمؤتمر. اما بالنسبه للتحول الاخضر، طبعا احنا بنتكلم على مستقبل زي ما حضرتك عارف يا استاذ مايكل، يعني في بلدان يعني في العالم دلوقتي بدات تواجه مشكله تلوث، تواجه مشكلة
للانعاشات الحراريه، لابد ان يكون لدينا في مصر الرؤيه والحقيقه الحكومه، انا اعتقد ان هي تعي ذلك من خلال وضع حلول وضربات استباقيه حتى يكون تحول اكثر في الدوله المصريه منعا من حدوث الكوارث. انا اعتقد ان احنا امام حد كبير جدا، انت محتاج ان انت تحول كل يعني المواد التي كانت تستخدم في تلوث الهواء واستضافه بالانسان المصري. احنا بنشوف احنا بنعاني حتى الان من بعض يعني مشاكل صحيه، الحمد لله الدوله قضت على فيروس دي، وعندنا يعني بتحاول تقضي الان على الفشل الكلوي. فانت مش محتاج بعض يعني نرجع ثاني يكون عندنا تلوثات من اي نوع. فبالتالي التحول الاخضر ده بيتم. انت حتى كام يوم انا كنت جاي من الشروق وما شاء الله انا راكب بتاع عدلي منصور، انا شايف في اختلاف، في اختلاف كبير جدا. انا احيي الدوله المصريه، ونحن نطالب المواطن ان يدعم ويساعد الدوله المصريه السلوكيه. مايكل الاعلام ثاني، لازم يكون هناك حملات اعلاميه مكثفه كيف نحافظ على البيئه، ونقول للناس يعني ما تسموش حاجه في الشوارع، وخلي بالك والتدخين ممنوع، لان الحقيقه العالم يعني داخل على حروب من حروب بيولوجيه، حروب تدخين الصحه، حروب الوفيات. لا ننسى تجربه كورونا، ربنا لا يعودها الى مصر ولا الى دول العالم. كم فقدنا من الاشقاء، من الزملاء، من الاخار، من الاحباء، من يعني الشباب، يعني ازمه مرت بالعالم سنتين بكورونا، فالفيروس حتى الان لم نعلم من سبب هذا الفيروس. وبالتالي التحول الاخضر ده تحول في المقام الاول يحافظ على الانسان ويحافظ على البيئه والدوله. يعني انا اعتقد ان احنا من خلال المشروعات والقرى والمدن الجديده الفورجي، احنا شايفين ما شاء الله اهتمام بالخضره واهتمام بالمعالجات الطبيه، ويعني الحرص على ان يكون الانسان يعيش في بيئه امنه صحيا. ولكن اطالب مره اخرى وسائل الاعلام والدراما لانها تخاطب قدام الشعب المصري. يا استاذ مايكل، الشعب المصري فيه نسبه كبيره من الاميه، الشعب المصري فيه نسبه كبيره من الفقر، والدوله تحاول الان من برامج حياه كريمه وغيرها ان تحاسب على ان تدافع عن الفقراء. وبالتالي من يبني الانسان الان؟ لا اكيد سر وسائل الاعلام، ولدينا تحدي كبير في السوشيال ميديا، يجب ان نواجه اكاذيب وشائعات الدول التي تكره مصر والشخصيات الصحيحه التي لا تحب الدوله المصريه من خلال اعلام قوي استباقي وبرامج تنمويه ودراما تبني الانسان لا تهدم الانسان. صحيح. ناخذ مع بعض الخبر اللي بعده. المكتب الاقليمي لبرنامج الاغذيه العالميه نسعى لنقل مبادره حياه كريمه لافريقيا. استقبل اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وفد رفيع المستوى من الحكومة الكاميرونية يضم ممثلين من مجلس الوزراء ووزارات العلاقات الخارجية والتعليم الأساسي والزراعي والتنمية الريفية والتخطيط الاقتصادي والتنمو الإقليمي، وذلك بحضور روسلان فيتلي نائبة مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمية بالقاهرة، وألاء الزهيري مسؤول العلاقات من الجهات الحكومية في البرنامج ووفد من برنامج الأغذية العالمية بدولة الكاميرون وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. خليني أسأل حضرتك يا أستاذ أيمن، يعني مصر بدورها الكبير، ودايما أنا بقول إن سيادة الرئيس لما بيجي يتكلم في أي مكان، في أي لقاء دولي، في أي مؤتمر، بيتكلم مش باسم مصر بس، وبيتكلم باسم طبيعة مصر وهي الريادة في قارة أفريقيا، القارة السمراء، القارة التي حتى الآن لم تستغل، ولكن بفضل سيادة الرئيس برضو وتوجهاته أنه بدأ تكون في الاهتمام بالمشاريع العملاقة في أفريقيا، وكمان بنشوف على أرض الواقع نقل تجربة حية وهي حياة كريمة لبلد شقيق مثل الكاميرون. تعليق حضرتك. طبعا يعني أنت ما يبقى عندك تجربة ناجحة في مصر، ودايما مصر يا أستاذ مايكل يعني دايما نقول للشباب كده في الجامعات، مصر بتشتغل لعب وجل، مش محتاجه حاجه، انت بتدعم وبتساند وبتبعت معونات وبتحل القضيه الفلسطينيه، ودفعت فوق الاكثر من 120 الف شهيد مصري بسبب ان انت ده دورك، ده دورك كبير. دوله صحيح. هي محوريه في المنطقه، دوله مؤثره، دوله لدينا رفع نوبل، دوله عندنا العلماء وعندنا احمد سهيل وعندنا مجدي يعقوب وعندنا من العلماء والفنانين والمثقفين تقود المنطقه. ما يكون عندك تجربه الحقيقه يعني بتهدف الى واحد، يعني تخفيف العبء على كاهل المواطن المصري، بتتكلم على يعني بتساعد الناس في الريف والمناطق العشوائيه، يعني كل حته في مصر. انت بتتكلم على مبادره اصلا الهدف
ان انت تعلي من الانسان بتساعد في الانشطه الخدميه والتنمويه، بتحاول تضمن له حياه كريمه. اعتقد دي العالم كله كده. يعني لما تيجي تلاقي في البرنامج الرئاسي للرئيس الامريكي جو بايدن المحافظه على حياه الانسان وتحسين معيشه الانسان في الولايات المتحده، هي العلاقه بين المواطن باي رئيس او اي دوله هي علاقه خدمات، ان انا اعيش كويس وان انا اروح مستشفى كويسه. فانا اعتقد تجربه حياه كريمه دي تجربه احنا بنشوف فعلا فعلا في المحافظات والقرى. انا ما كنت بروح الفيوم ولا سوهاج ولا بعض المحافظات زي اسيوط قبل 2010، انا كنت بشوف طبعا في مشاكل كبيره في الكوره. دلوقتي انت بتشوفه بتلمس عن قرب من خلال يعني بتشوف مبادرات وبتلاقي برامج تنمويه وبتلاقي شوف المبادرات الرئاسيه. انا تحديدا المبادرات الرئاسيه منذ اتولى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كلها بتخص تحسين حياه المواطنين. شوف كده في القطاع الصحي ايه اللي حصل، شوف في مترو الانفاق ما فوق ال 70 سنه ده بيركب مجانا خلاص اوكي بياخد كارنيه اوكي، اللي بيخش مستشفى شوف دلوقتي كيف يمكن ان يحصل حادثه في اي طريق واي مستشفى تستطيع استقبال مريض او حادثه. لا دلوقتي في مكتب شكاوى في مجلس الوزراء لا يستطيع واحد يقول لاي مواطن داخل على حادثه ما يخش، يروح في داهيه. صح. كلها انا اعتقد في اطار ان الدوله بتدعم ان الانسان خاصه محدود الدخل ومعدوم الدخل والناس اللي مشت من شغلانتهم وناس كبار السن والمعوقين والشهداء. يعني خلينا نرجع يا مارتن من كام يوم كده، شوف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع مع مين؟ عمل اجتماع مع قيادات القوات المسلحه المختصه بالشهداء وقال لك انا عايز كشوفات باسماء شهداء 48، ده هدفها ايه؟ هدفها دعم الاسر ومسانده الاسر، مبادره حياه كريمه، مبادره ناجحه سمعت جدا، وبالتالي نقلها الى افريقيا والكاميرون وعدد من البلدان ده تدل على عبقريه الانسان المصري. انت بتعمل تجربه ناجحه، احنا ما الرئيس يعني دائما لما يسافر الى الخارج بيروح فين؟ بيروح فيتنام، بيروح كوريا الجنوبيه، بيروح سنغافوره، دي بلدان حققت نجاحات في قطاعات كثيره، وبالتالي انا الاوان ان تستفيد الدول الافريقيه والدول الاوروبيه والعالم من التجربه المكتسبه. الحقيقه الطبول مننا في قوات الاتصال عمل مبادرات صحيح وعمل مناورات لانك دوله ناجحه، والعالم ليس يعترف بالعلاقات، يعترف بالمصالح صحيح، يعترف بالقوه، يعترف بالاقتصاد، وبالتالي تجربه حياه كريمه الناس حست بيها. تعال شوف الحقيقه وزاره التموين والتضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات في مصر كيف تتعامل مع المواطن المصري خاصه محدود الدخل. تعال شوف قصه المعاشات، تعال شوف الناس اللي عندهم دلوقتي اعاقه والتسهيلات اللي التي تتم. وبالتالي خلاصه الكلام تجربه ناجحه، العالم لا ياتي الى مصر الا انه يعلم ان مصر حققت نجاحات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي الاعلام مطالب كما يرى العالم مصر ويطلب هذه التجارب ان تنقل الى بلادهم، احنا نطالب الاعلام المصري ان يدرك كل لحظه تلك النجاحات حتى يكون هناك. لان الحقيقه استاذ مايكل خلي بالك النجاح عدوى، انت مطلع نموذج ناجح عندك في البرنامج الشباب بيرتبط به، عشان كده بنزعل لما بنشوف بعض النماذج السيئه وبعض النماذج التي لا تعبر لا على تاريخ مصر ولا على ثقافتها ولا على عظمتها ولا على تاريخها. صحيح. انهم يظهروا على الاعلام ويفسدوا لنا الشباب. بنزعل من بعض الفنانين اللي افسدوا الشباب في ظل دوله تحارب على مدار الساعه اعلاميا ومن خلال السوشيال ميديا. وخلينا اكد كلام حضرتك برضو، لما يكون في مشكله احنا بنعترف بالمشكله، ولكن برضو عايزين الامان لما يكون في انجاز او تغير لازم الكل يتكلم عنه، وكل واحد على ارض هذا الوطن مسؤول وعليه مسؤوليه، سواء الاعلام سواء المؤسسات سواء الجميع، الكل يتحدث بامانه لما يكون في تجربه كمان ناجحه والعالم كله بيتكلم عليها ويطلع من بعض من القله المندسه اللي بتحب تعمل خلخله او تعمل اي مشكله. على فكرة التعامل معها بيكون سهل جدا، يعني مش عايز أتكلم عن خيبة 11-11، ولكن أنا بتكلم دايما عن إنجاز وبتكلم عن الصورة اللي دايما بنصدرها للعالم كله. أو لما العالم كله جه أرض مصر في مؤتمر المناخ شاف عظمة مصر وقد إيه مصر دولة يعني كبيرة في كل المجالات. تعليقك يا مستر أيمن. طبعا يعني خلينا نتكلم عن الضمير المهني والضمير الأخلاقي وقادة الفكر والرأي يا أستاذ مايكل. الشباب محتاج اللي يوجهه. صحيح. انت بتتكلم عن القله المندسه او الطابور الخامس او الكراهيه اللي مصر بيبثوا السموم كل لحظه. الانسان اللي واقف في محطه مترو، اللي واقف في مكان، اللي واقف في ميدان، اللي واقف في شارع ويسمع كلام. المشكله ان احنا من ينقل الكلام هم مواطنين مصريين. يعني انت بتتكلم على يعني بعض الناس
لا تراعي الله عز وجل ولا الوطن. صحيح. لما تيجي تتكلم اتكلم على وطن، اتكلم على انتماء، اتكلم على حب. يا استاذ مايكل، نحن في حاجه ماسه الى ضمير، الى مشروع للاخلاق، الى اظهار القدوه. عشان كده احنا بنطالب الاعلام سجلونا مع اسر الشهداء. هل الدماء المصريه تفرق بين الدماء المسيحيه والدماء المصريه المسلمه؟ كم من التضحيات اللي تمت في الكنائس وفي المساجد وفي بير العبد وهنا وهنا؟ لازم نقول للناس، صحيح. لازم نقول للناس عشان انت تبقى تركب المواقف بتاعتك وتشيل الرغيف بتاعك وبتروح مدرستك وتطمن على ابنك، دي كان فيها تضحيات. صحيح. الموضوع محتاج مشروع ثقافي تنوين. صحيح. الدوله في حاجه الى ناس اكفاء، ناس مدربين على اعلى مستوى من الكفاءه والعلم والمصداقيه. صحيح. وسائل الاعلام، هناك بعض المذيعين يسيئوا الى الدوله المصريه للأسف. بعض المذيعين يتحدثون في امور ليس لها علاقه بالامن القومي المصري للأسف. كم يعني من المذيعين تسبب في احداث مشكله بين مصر وعدد من البلدان بسبب عدم فهم ووعي. 73 يا استاذ مايكل كان للعظيم محمد عبد القادر حاتم دور في خطه الخداع الاستراتيجي، تم في 73 بالاعلان. صحيح. عندك مسلسل زي رأفت الهجان، شوفوا دلوقتي للمره 50. عشان كده بنطالب بعوده مسؤولين. استاذ ايمن، انا هختزل من كلامك واقول نشكر الله كل وقت ان احنا عندنا وطن. احنا مش زي ناس من غير وطن، ويا رب دايما اللي عنده مشاكل يعني الامور تتحل ويكونوا دايما بخير. بشكرك الاستاذ ايمن عدلي، رئيس لجنه التدريب والتثقيف بنقابه الاعلاميين، بشكرك جدا يا استاذ ايمن. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف مع بعض الفقره الاخيره، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا. هنتكلم عن الجحود. كلمه جحود دي يمكن كلمه جديده علينا، كلمه جحود الابناء حاجة مش موجودة في القاموس لسه، يعني بقت شكل أو ظاهرة أو موضوع موجود على السوشيال، ولكن النهاردة هنتكلم بيه باستفاضة. هيكون ما بيشرفني عبر ماسنجر دكتور أحمد علام، استشاري علاقات أسرية. نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا.